مجموعة شركات الوادي أكثر من 35 عاماً في مصر. الذراع الصناعي لمجموعة الوادي هو مجموعة من الشركات المتخصصة مثل شركات النيل للتفريغ والتخزين. ونعمل أيضاً في مجال استخراج زيت الصويا لنوفر كميات من كسب فول الصويا التي يحتاجها مصنع أعناف النبارية. بعد النجاح بسوق أعناف الدواجن اتجهنا لإنتاج أعناف الماشية والتي فتحت لنا أسواقاً لتصديرها لدول الخليج العربي. أما في مجال مكملات الأعلاف فلدينا مصنع إنتاج أحادي فوسفات الكالسيوم والذي يمثل عنصراً هاماً لتسمين الدواجن. كذلك استخدمنا التقنيات الأوروبية في إنتاج خلايا التبريد المستخدمة في تجهيز العنابر تحت العلامة التجارية تبريد. تمتلك مجموعة الوادي أكبر وأحدث معامل التفريخ في المنطقة. تعتبر استثمارات وتوسعات مجموعة الوادي في توشكا سباقة ومتميزة والتي تنفذ وفقاً لأدق المعايير العالمية، ولأننا نأخذ في الاعتبار دائماً التوسع والاستثمار بقارة إفريقيا الواعدة من خلال إنشاء شركة إنماء بدولة السودان الشقيقة. لدينا ما يقرب من مليون شجرة زيتون يتنوع إنتاجها بين زيتون المائدة وكذلك زيت الزيتون البكر الممتاز والذي حصد العديد من الجوائز الذهبية العالمية. تنتج مجموعة الوادي العنب عالي الجودة حيث يتم توجيه كل الإنتاج للتصدير بواسطة شركة رولا إحدى شركات مجموعة الوادي. وتم الاستثمار أيضاً في مجال الاستزراع السمكي من خلال 50 قفص تربية بوادي الريان. في مجموعة الوادي نحن نفخر بما حققناه من نجاحات وإنجازات وبوضع معايير جديدة تدعم شعار صنع في مصر. منذ البداية كنا صادقين في وعودنا لعملائنا، كما أن الدقة والنزاهة والثقة هم سر النجاح الثابت المستمر.